السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب الصف الثالث المتوسط، ومعنا درس جديد وهو حل المعادلات المتعددة الخطوات. وسميت متعددة الخطوات لأن الناتج لإيجاد قيمة الناتج أو لإيجاد قيمة المتغير لإيجاد قيمة المتغير محتاجين أكتر من خطوة، محتاجين أكتر من خطوة. ناخد مثال، بيقول لي هنا حل المعادلة، واحنا عارفين يعني كلمة حل المعادلة معناها إيجاد قيمة الحرف أو الرمز اللي موجود، يعني إيجاد قيمة السين. إيجاد قيمة السين، حل المعادلة 11 سين ناقص 4 بتساوي 29. احنا عاوزين نجيب قيمة السين، يا ترى مين هو العدد اللي أنا أحطه مكان السين تطلع في الآخر المعادلة ب29؟ طيب هنقول 11 سين ناقص 4 بتساوي 29. أول شيء أتخلص من الأربعة، هتخلص من الأربعة، وإحنا عارفين في الدرس السابق، إحنا عارفين الدرس السابق عشان نخلص من الأربعة، الأربعة هنا بالطرح يبقى أنا هجمع، الأربعة بالطرح يبقى أنا هنا هجمع، أو الأربعة سالب يبقى أنا هنا هجمع أو أحط موجب، تمام. فبقول كده الأربعة السالب راحت مع الأربعة الموجب، ونقول اللي يتبقى في الطرف الأيمن 11 س، واللي يتبقى في الطرف الأيسر هنجمع 29 مع 4، الناتج 33. بعد كده نقسم على 11، نقسم على 11 ليه؟ لأن ال 11 ضرب مع السين، ال 11 ضرب مع السين، يبقى هنقول كده السين بتساوي ال 11 تروح مع ال 11، ونقول السين بتساوي 3، تمام. واحنا عارفين من الدرس السابق لما يقول لي كلمة تحقق معناها شوف الرقم س بتساوي 3، التلاتة دي يا شباب، التلاتة دي هل هي بتحقق المعادلة ولا لأ؟ هل التلاتة بتحقق المعادلة ولا لأ؟ نطلع للمعادلة الأصلية، هنطلع للمعادلة الأصلية ونشيل السين ونحط مكانها 3، نقول بقى 11 ضرب 3 ناقص 4، 11 ضرب 3 ناقص 4 هل هي بتساوي 29 ولا لأ؟ يبقى 33 ناقص 4 بيساوي 29، وال29 فعلا الطرفين متساويين، يبقى اذا س بتساوي 3، س بتساوي 3 هو ده الحل الصحيح للمعادلة، هو ده الحل الصحيح للمعادلة. طيب مثال اخر بيقول لي ألف زائد 7 على 8 بتساوي 5، ألف زائد 7 على 8 بتساوي 5، تمام. الـ8 يا شباب اللي في المقام، الـ8 اللي في المقام دي مهمة جدا إن أنا أتخلص منها في الأول. فأروح ضارب 8 في الطرفين، هضرب في 8 في الطرفين، لما أضرب في 8 في الطرفين، الـ8 اللي في المقام تروح مع الـ8 اللي في البسط. يديني ألف زائد 7 بتساوي 5 في 8 ب40، ألف زائد 7 بتساوي 40، بعد كده هطرح 7 في الطرفين. هنطرح 7 في الطرفين، يبقى الألف الـ7 الموجب تروح مع السالب، يبقى الألف بتساوي 33. طيب لما نيجي نتحقق من الحل، لما نيجي نتحقق من الحل هنرجع تاني للمعادلة الأصلية اللي هي بتقول لي ألف زائد 7 بتساوي 8، هنرجع تاني للمعادلة الأصلية اللي بتقول لي ألف زائد 7 بتساوي 8، تمام. هشيل قيمة الألف اللي أنا جبتها اللي هي 33 زائد 7 تقسيم 8، طب 33 زائد 7 40 على 8 هتساوي الناتج 5، والخمسة اللي في الطرف الأيمن متطابقة مع اللي في الطرف الأيسر، يبقى أ بتساوي 33 هو ده الحل الصحيح، تمام، هو ده الحل الصحيح. نيجي بقى بيقول لي حل المعادلة، ناخد مثال آخر، نون زائد 1 على سالب 2 بتساوي 15، نون زائد 1 على سالب 2 بتساوي 15، هضرب في سالب 2 في الطرفين، هضرب في سالب 2 في الطرفين عشان أشيل السالب 2 اللي في المقام، عشان نشيل السالب 2 اللي في المقام هنضرب في سالب 2 في الطرفين، يبقى ن زائد 1 بتساوي 15 ضرب سالب 2، الناتج سالب 30. نقول بقى هطرح سالب 1 في الطرفين، هطرح سالب 1 في الطرفين، طيب الموجب 1 مع السالب 1 راحوا، يبقى ن بتساوي كام؟ يبقى النون بتساوي إشارات متشابهة، هنزل الإشارة المتشابهة واجمع، يبقى النون بتساوي سالب 31. لما أجي أتحقق أرجع تاني للمعادلة، لما أجي أتحقق أرجع تاني للمعادلة وأحط النون بسالب 31، تبقى سالب 31 زائد 1 على سالب 2، تمام. الناتج اللي في البسط، الناتج اللي في البسط هيساوي سالب 30 لأن إشارات مختلفة بطرح، والسالب 30 أكبر في القيمة من الواحد، تبقى سالب 30 مقسومة على سالب 2، السالب 1 السالب راح مع السالب،
يبقى 30 تقسيم 2 15، وفعلا بتساوي الطرفين متساويين، يبقى نون بتساوي سالب 31، نون بتساوي سالب 31، هو ده الحل الصحيح للمعادلة، يعني الناتج اللي أنا جبته ده إجابة صحيحة. ماشي كده. تعال بقى ناخد مسألة كلامية، بيقول لي أوجد مجموع ثلاثة أعداد صحيحة متتالية مجموعها 24. أنا عندي ثلاثة أعداد صحيحة متتالية مجموعها 24. طيب، فبنقول كده هنفرض أن العدد الأول س، طيب والعدد الثاني س زائد واحد، لأن بيقول لي ثلاثة أعداد صحيحة متتالية، والعدد الثاني س زائد 2، يبقى الأول س والثاني س زائد واحد والثالث س زائد 2. بيقول لي هنجمع الأول والثاني والثالث، لأن أنت بتقول لي مجموع ثلاثة أعداد صحيحة، فهنجمع الس مع الس زائد واحد مع س زائد 2، يديني س زائد س زائد واحد زائد س زائد 2 بتساوي 24. تمام. نقول بقى س، نجمع بقى الحروف أو الرموز، س وس وس يديني 3 س، س وس وس يديني 3 س، 1 زائد 2 3 بتساوي 24. يبقى أنا جمعت الرموز وجمعت الأرقام، فبقول س زائد س زائد س 3 س، وهجمع الواحد والاتنين بتساوي 3. ونرجع تاني للمسائل بتاعتنا، هخلص ازاي من التلاتة؟ التلاتة بالموجب، نجمع نطرح تلاتة من الطرف الأيمن ونطرح تلاتة من الطرف الأيسر، يديني كام؟ يقول لي تلاتة س بتساوي 24 ناقص تلاتة 21، ثم نقسم على تلاتة في الطرفين، يبقى الس بتساوي 7. يبقى العدد الأول الس ب7، يبقى العدد الأول 7، والعدد التاني 7 زائد 1 8، والعدد التالت 7 زائد 2 ب9. مثال آخر، بيقول لي أوجد مجموعة ثلاثة أعداد صحيحة متتالية مجموعها 21. طيب هنفرض برضو العدد الأول س، والعدد الثاني س زائد واحد، والعدد الثاني س زائد 2، وهنجمع الأول مع الثاني مع الثالث. تمام. هيقول لي هنا س زائد س زائد س 3 س، وواحد زائد 2 3 بتساوي 21. يبقى هطرح من الطرفين 3، يبقى 3 س بتساوي 18 تقسيم 3 تقسيم 3، يبقى الس بتساوي في الآخر، في الس في الآخر بتساوي 6. يبقى العدد الأول 6 والعدد الثاني 7، العدد الأول 6 والعدد الثاني 7 والعدد الثالث 8. تمام. ناخد حل المعادلة، ناخد مثال آخر، 2 ألف ناقص 6 بتساوي 4، 2 ألف ناقص 6 بتساوي 4. حل، هجمع 6 في الطرفين، هجمع 6 في الطرفين، يبقى 2 ألف بتساوي 4 زائد 6، الناتج عندي ب10، تقسيم 2 في الطرفين، يبقى الألف بتساوي 5. تحقق. نرجع تاني للمعادلة الأصلية، أشيل قيمة الألف اللي هي ب5 وأشوف هل الخمسة صحيحة ولا خاطئة. 2 ضرب 5 10، ناقص 6 بتساوي 4، والأربعة اللي في الطرف الأيمن بتساوي الأربعة اللي في الطرف الأيسر. طيب ناخد مثال تأكد، 3 ميم زائد 4 بتساوي سالب 11، 3 ميم زائد 4 بتساوي سالب 11. طيب نرجع تاني نطرح 4 في الطرفين، يبقى الأربعة الموجب راحت مع السالب، يبقى نقول هنا 3 ميم إشارات متشابهة، أنزل الإشارة المتشابهة وأجمع، هقول تقسيم 3 في الطرفين، يبقى الميم بتساوي عندي، يبقى الميم هتساوي عندي سالب 5، ميم هتساوي سالب 5. طيب يبقى أنا هرجع تاني للمعادلة، هحط الميم بسالب 5 وأقول سالب 15 زائد 4، يبقى الناتج عندي سالب 11، يبقى كده الإجابة عندي إجابة صحيحة. وبكده قد انتهينا من الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.